ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ايه عظيم، ان شاء الله خير. قبل ما نبتدي، احنا طبعا انتوا كلكم سجلتوا على بيرسون. ارجو انا عملت لكم زي اساينمنت من على بيرسون. الديدلاين عملت لكم 3 اساينمنت، واحد يوم 24، ديدلاين بتاعه يوم 24، واحد يوم 27، والتالت يوم 31. اوكي، ده الديدلاين بتاع 27 24 27 31، 3 assignments تحلوهم على الايه، البيرسون. اسبوع ايه بقى؟ هو كل واحد كل شويه بقى حد يفضل يقول لي طب اعملهم كده، طب انا ذنبي ايه هنا؟ ما هو مفيش وقت، ما هو هي الدنيا كده. يعني ربنا معاكم ان شاء الله. هحاول ابقى اغير بتاع الديدلاين بتاع زحزحه شويه، ولو ان خلاص انتوا خلاص انتوا هو الترم ابتدى يعني قرب ينتهي. فانت عندكم الامتحان بتاعكم هيبقى امتى؟ انا اليوم 10/1، يعني قدامنا 3 اسابيع. طيب يعني حاولوا بس انتوا تشدوا حيلكم شوية. البروجكت المفروض انك تسلموه برضو، ما هو انتوا المفروض ان انتوا شغالين فيه من اول الترم. ف يعني المفروض ان انتوا قربتوا تخلصوا، يعني لازم تبقوا فاهمينه كويس جدا، لازم تفهمينه لان البروجكت ده مهم جدا. ممكن why not، مفيش مشكلة. احنا ممكن نعدل المواعيد بتاعت الايه، الديو ديت. طيب كويس اوي. انا عاوز بس يعني كل لما اللي يخلص يبعت لي على البتاع ده، او يعني للمعيد بقى، المعيد بتاعك او المعيد. طب ممتاز، كويس. طيب ما هو انت يعني ابتدي اشتغل فيها، بس هتلاقي هي كلها حاجات تافهة وبسيطة خالص، يعني كلها يعني الاكسرسايز بتاعت البيرسون كلها بسيطة وسهلة جدا. اوكي طيب. النهاردة خلينا بقى ايه نبتدي. احنا عندنا ايه الجزء المتبقي من الجي يو اي، نتكلم عن الايفنت هاندلر. ايه المقصود بالايفنت؟ يعني ايه اللي انت بتقولي لا تسليم؟ يعني ايه لا تسليم؟ يعني مش فاهم يعني ايه لا تسليم البروجكت يا دكتور، مش فاهم. الميعاد بتاع البروجكت مش مشكلة، يعني المهم ان يبقى قبل عشان يعني ممكن نهاية الأسبوع اللي جاي. ماشي كويس.
النهارده السبت. بصوا انتوا رتبوا مع المعيدين، المعيدين هم اللي هيظبطوا معاكم المواعيد، انا هفوضهم في الموضوع ده، هم اللي يظبطوا معاكم لان هم اللي في الاخر هم اللي يعني الموضوع هيبقى عندهم، فانتوا خلوا المعيدين هم اللي يظبطوا معاكم المواعيد بتاعتهم. لا انا خلاص انا فوضتهم في الموضوع ده، انا فوضت المعيدين بيقعدوا مع بعض ويرتبوا ويقولوا هيبقى يوم كذا معاهم خلاص. انا بقى خلوني بعيد عن الموضوع ده خالص، ما يعني ماليش دعوة، اكلموا معاهم وتصرفوا معاهم رتبوا معاهم، عشان هم اللي في الاخر الشغل ده هيبقى عليهم هم يعني خلاص. طيب احنا النهاردة عندنا الايفنت هاندلنج، المقصود بالايفنت هاندلنج احنا عندنا الكومبوننتس بتاعتنا في الجي يو اي بتبقى يعني بيحصل مع يعني عليها انتر اكشن، يعني اليوزر بيستخدم الكنترولز ده هي علشان اذا كان يدخل بيانات يعني ينفذ اوبشن معين او ان هو يخش على يعني بروسيس معينه نسميها ايفنت. changing the state of an object is known as an event، انك بتغير الستيت بتاعت الاوبجكت. طيب لو احنا بنتكلم عن البطن، الستيت بتاعت البطن دي التغيير بتاعها ممكن يبقى ايه؟ انك تضغط على البطن، press البطن او تريليز البطن، او انك تعمل هوفر. هوفر يعني ايه؟ يعني تعدي الماوس من فوق الايه البطن، كل دي بتغير الاستيت بتاعته. اذا اي تشينج في الاستيت ده هي بنسميها ايه؟ ايفنت. الجافا اي دبليو تي دوت ايفنت باكج بروفايدز ماني ايفنت كلاسز اند listener انترفيسز for event handling. المقصود هي طبعا عارفين ان الايفنت هاندلر بتعمل ايه، كلمة هاندلر يعني بتتعامل مع الايفنت، لما يحصل الايفنت ده اعمل ايه؟ طيب اعرف منين ان اذا كان الايفنت ده حصل ولا لا؟ يبقى لازم في حد عامل زي ايه، زي النادورج كده، انت عارفين النادورج اللي هو بيبقى واقف كده على ايه، على الطريق عشان يشوف مين اللي جاي ومين اللي رايح. ها اهو ده عامل زي النادورجي بالظبط، الليسنر ده عامل زي مستني اي انه يعرف ان في ايفنت معينه حصلت لاوبجكت معين او كومبوننت، يبتدي هو ايه يتفاعل معاها ويعني ينفذ اكشن معين بناء على الايفنت. فاحنا عندنا ادي ليست اوف اكشن ايفنت والاكشن ايفنت ليستنر، مثلا من ضمنها الايه الكي ايفنت، الكي ايفنت اما الكيبورد يعني بيشتغل معاها ايه كي ليستنر، والايتم ايفنت في الليست اما تختار element معين او تسلكت element او تاد element، ها item ايه ايفنت مع الايتم ليسنر. التكست ايفنت، تكست ايفنت لما تدخل تكست في فيلد معين اسمه تكست ليسنر اند سو اون. اذا كل ايفنت ليه الايه الليسنر بتاعه. كلمه ليسنر يعني اللي هو ايه بيعمل مونيتورنج للايفنت ده هو، بحيث انه لو حصل يعمل اكشن ايه المرتبطه ب الايفنت. هاندلنج ميكانيزم بيعتمد على ثلاثه اوبجكت. الاوبجكت الاولاني بنسميه السورس اوبجكت، هو مصدر الايفنت ايه، مين اللي عمل الايفنت، ها مين اللي عمل الايفنت.
يبقى الـ GUI component with which the user interacts. أنا دلوقتي بستخدم إيه يعني الانترفيس بتاعي في مثلا button، فالبطن ده أنا عملت كليك عليه يبقى هو ده هيعمل ايفنت، ايفنت ان البطن از كليك، يبقى معنى كده ده اسمه السورس اوبجكت. زي الكومبوننت اللي موجوده في اليوزر انترفيس هي السورس اوف ذا ايه اوف ذا ايفنت، مصدر الايفنت. طب الايفنت نفسه كانه زي سجل كده، كانك عامل بتعمل ريكورد، كأنك بتسجل ريكورد عن الايفنت ده، ها ده بي انكابسوليتس انفورميشن اباوت ذا ايفنت ذات اوكر. اذا ايفنت اوبجكت هو عباره عن معلومات، عباره عن اوبجكت يحتوي على معلومات عن الايفنت اللي حصل. لو الايفنت اللي حصل ان انا عملت كليك على بطن، هيقول لي الايفنت ده حصل من الاوبجكت كذا والايفنت هو كذا، نعمل ايه كليك يعني ايه بتبسيط يعني. اذا عرفنا السورس اوف ذا ايفنت وعرفنا الايفنت نفسه as a record او information، فاضل اللي بقى عندنا الاوبجكت الثالث اللي هو الايه الايفنت listener object اللي هو بيعمل monitoring. انا بقى محتاج ان انا اربط السورس ده لما يحصل ايفنت يبعته لمين؟ للليسنر اوبجكت، تمام، ويبعت له ايه؟ يبعت له الايفنت اوبجكت. الماوس ده، الماوس ده السورس، حصل ايفنت هيتسجل عنه ايفنت اوبجكت، هيبعته لمين؟ للايفنت ليسنر اوبجكت. يبقى an object a listener ده عبارة عن object that is notified by the event source when an event occurs. لما يحصل event source بيبعت له الايه الـ record بتاعه اللي هو الـ event object. It listens for an event and one of its methods executes in response to the event. ده يدينا indication ان الليسنر ده ممكن يكون ليه اكتر من method ممكن تتنفذ. بناء على الايفنت اللي اتبعت له هينفذ ايه الميثود المقابله ليه. كاني بقول لك ايه، لو حد خبط خبطه واحده مثلا ايه تفتح له الباب، لو خبط خبطتين ما تفتحش الباب، لو خبط ثلاث خبطات اكسر فوق دماغه الباب، حاجه يعني كده يعني، تمام. فهي الايه الايه ان الاوبجكت ده، الاوبجكت ده هو هي ايه هيبين ايه نوع الايفنت اللي حصل، وبناء عليه الايفنت ليسنر هيبتدي يرياكت. اذا عندنا ادي السورس اوبجكت، مثال مثلا البطن او الادت بوكس مثلا او ليبل وات ايفر الاوبجكت ده هو. الايفنت اوبجكت ده الريكورد اللي متسجل فيه الايفنت، تمام، بيروح لمين؟ للايفنت ليسنر. الايفنت ليسنر بناء على المعلومات اللي موجوده في الايفنت اوبجكت بيعمل ايه الاكشن المقابله ليه. تخيل كده ايه واضحه قوي. طيب الخطوات بقى بنعمل عشان نربط الكومبوننت بالليسنر، بناخد الايه الميثود ده اسمها اد اكشن ليسنر. ها ده مثلا بالنسبه للبطن اد اكشن ليسنر، والبارامتر بتاعه ايه؟ action listener a، ده البارامتر بتاعه. ادي المنيو ايتم، لو انت بتتعامل مع منيو ايتم بتقول له add action listener، action listener مثلا ايه. العمليه دي بنسميها عمليه الريجستريشن،
التسجيل register the component with the ايه the listener. التكست فيلد نفس الحكايه add action listener as او add text listener ها text listener. لاحظوا ادي listeners اهي عشان انت ايه ادي الليسنرز اهي ادي الايتم ليسنر وادي التكست ليسنر تمام ودي ادجستمنت ليسنر. كل واحد من دول بيبقى ليه وظائف معينه ممكن ايه يعمل او بيقدر يعمل ليسن يعني ايفنتس يقدر يعمل ليسننج ليه زي مثلا التشيك بوكس بيستخدم الايه الايتم ليسنر كذلك التشويس اتس ان ايتم ليسنر عشان يعرف الايتم اللي سيلكتد ايه ويقدر ايه يعمل اكشن دي. طب هل الاوبجكت بيبقى ليه ليسنر واحد؟ لا ممكن يكون ليه اكتر من ليسنر. عندنا التكست فيلد عندنا الاكشن ليسنر وعندنا التكست ليسنر اثنين ممكن يكون ليه اكتر من ايه من ليسنر حسب الايفنتس اللي هو بيعمل لها ريز. الخطوه الثانيه وي بوت جافا ايفنت هاندلنج كود للايه للايه للكلاس. ثانية واحدة ايوه معلش طيب يبقى احنا نرجع تاني هنقول ايه وي بوت جافا ايفنت هاندلنج كود. الكود ده ممكن يتحط فين؟ ممكن within the class ممكن يبقى في other class او anonymous class class من غير اسم. We can put the event handling code into one of the following places within class other class or anonymous class. GUI in Java is created with at least three types of objects. طبعا عندنا ال component نفسه وال event وال listeners زي ما احنا ده الكلام نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. عندنا ثلاث حاجات ال source اللي هو ال component ال event object وال listener object. Programmer must tie the listener, the event it listens to, and the component that will generate the event. لازم يعني ايه تربط الثلاثه دول ببعض يبقوا مرتبطين ببعض وده بيبقى included in these two tasks. اول حاجه نعمل register the event listener, register the event listener. الخطوة الثانية ان احنا نعمل implementing ل event handler. ثانية واحدة
تمام. فإذا إحنا عرفنا علشان نعمل اليوزر انترفيس بتاعنا لازم نبقى عندنا instance من listener والevent والcomponent. الcomponent السورس بتاعنا، الevent اللي هو الريكورد اللي متسجل فيه information عن الevent ده هو، والlistener اللي هو behave by according to this event. خلاص بنعمل registration للايفنت ليسنر، ونعمل امبلمنتيشن للايفنت هاندلر اللي هي الاكشن اللي المفروض انه يعملها ان ريسبونس تو ذا ايفنت. المثال اللي قدامنا ده هو بيبين لنا ايه الاكزامبل. بصوا طبعا هنا عملنا امبورت بقى للاوبجكتس بقى، الفري البطن والفريم والاكشن ايفنت اكشن ليسنر. خدوا بالكم ده السورس، ده الكومبوننت اللي هو البطن والفريم. الجي اوبشن بين ده بتاع السوينج، هنشوف دلوقتي السوينج بالتفصيل دلوقتي. عندنا 3 فيسز، وي كرييت ذا جي او اي كومبوننت، امبلمنت الايفنت هاندلر، واخيرا الايه bind event handling to component. اللي مكتوب بالاحمر ها دي مرحله ال creation of the GUI component، زي الامثله اللي احنا شفناها قبل كده، يعني تجاهله الازرق والاخضر. خلينا نتكلم في الاحمر بس، تمام. we create ال class اللي اسمه AWT example 1 من الفريم. طبعا ده اكستندز الايه الفريم بلس. يبقى احنا كده هو استخدمنا الطريقه الاولانيه اللي هي بتاعت الانهيرتنس. احنا قلنا علشان نستخدم الفريم حاجه من الاثنين، يا اما ان احنا كرييت سب كلاس زي ما احنا عملنا كده دلوقتي، يا اما ان احنا نعمل انستنس من الفريم، نعمل اوبجكت من الفريم. والاثنين يعني ايه؟ انا قلت لكم الاستخدام، لو انا هستخدم الطريقه ده هي ان انا اعمل انهيرتنس، دي هتفيدني في ايه؟ ان خلاص الاي دبليو تي اكزامبل ده اصبح كلاس، وبالتالي لو انا هعمل انستنس تاني ممكن اعمل انستنس مباشره من الايه من الاي دبليو تي اكزامبل 1 لو انا عملت اضافات على الفريم. فاهمين؟ يعني دلوقتي لو عملت كلاس جديد، الكلاس الجديد ده هيضيف اتريبيوتس وكومبوننتس وايه على الايه على الفريم، مش كده؟ خلاص بقى هو ده البيز بتاعي انا اللي ممكن اعدل عليه، بدل ما كل مره اعمل من الفريم لا انا ممكن انهرت من الكلاس اللي انا عملته ده. ده بنعملها امتى؟ لو كان عندنا شاشه نفس الشكل بنستخدمه على طول، نفس الشكل ونفس الايه اللاي اوت بنستخدمه على طول. في هذه الحاله طبعا الافضل ان احنا نستخدم سب كلاس. تعالوا نشوف ايه اللي اتعمل. اول حاجه بنست السايز بتاع الايه الفريم، ده الويدث وده الهايت. بعد كده بنست التايتل اي دبليو تي اكزامبل، وبعدين بنست اللاي اوت. احنا هنا احنا مش مستخدمين اي لاي اوت مانجر، فحملين له ست بنل. نل يعني ايه؟ يعني مش مستخدمين اي لاي اوت مانجر. هنشوف بقى دلوقتي اللاي اوت مانجر دي انواعها ايه وبتعمل ايه وبتشتغل ازاي. وفي الاخر بعمل ايه؟ ست فيزيبل. ست فيزيبل ترو، معنى كده ان خلاص الفريم دلوقتي بقى ايه؟ بقى فيزيبل، بقى نقدر نشوفه على الشاشه. لو عملت ديفولت يبقى ايه؟ هيبقى هيدن. هنا احنا وي كرييت ذا بوتن بي ها، ونحط عليه الليبل ده هي اللي هي بوتن 1، ونسيت الباوندز بتاعته. اول واحده دي ايه؟ فاكرين؟ ها مين الناس اللي ما فيش حد بيرد خالص. اول بارامتر ده ايه؟ الست باوندز، فاكرينه؟
أول واحدة ده الـ X coordinate، الـ X coordinate of the button، واللي بعديها الـ Y coordinate. تخيلوا كده الشاشة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن grid زي matrix. هنا هنمشي في اتجاه الـ X يعني بالعرض 30 بيكسل، وهنا هننزل في اتجاه الواي تحت 100 بيكسل. اذا ده بدايه الركن اللي هو الكورنر الليفت توب كورنر او التوب ليفت كورنر اوف ذا بوتن، وده الويدث وده الهايت. الويدث 80 بيكسل والهايت 30 بيكسل. احفظوا دي لانه طبعا هتستخدموها كتير، فيعني الافضل ان انت ايه الحاجه اللي انت هتستخدمها كتير احفظها. بعد ما عملنا creation للأوبجكت وعملنا setting للأتريبيوت بتاعته مكانه، خلاص حطينا في الايه عملنا add للبي. لاحظوا هنا انا هل انا عملت ريفير لكلاس معين ولا حاجه؟ لا. ليه؟ لان انا فعلا جوه الكلاس بتاع الفريم. اذا انا هستخدم او يعني inherit الميثودز بتاعته مباشره. يبقى اد بي، عملنا اد للبطن بي. سيبك من الازرق ده دلوقتي. الخطوه اللي بعد كده ان خلاص عملنا كرييشن للاوبجكت اف من الكلاس اي دبليو تي اكزامبل 1. خلاص وانس ان انا عملت كده بينفذ هو الكونستراكتور بتاعه اللي هو ده. خلاص المرحله الثانيه بقى هو الامبلمنتيشن اوف ذا ايفنت هاندلر. هو ده الجزء الاخضر ده، ادي الايفنت هاندلر امبلمنت اكشن لسنر. الاكشن لسنر از ان انترفيس، عشان كده احنا عملنا له ايه امبلمنت. يبقى الايفنت هاندلر هو عباره عن الايفنت لسنر، مش كده؟ الايفنت listener ايه انترفيس، يعني بيعمل له امبلمنتيشن. جواه بقى هتلاقي فيه الاكشن بيرفورم، الاكشن اللي احنا ايه هنعمل لها هننفذها. اكشن ايفنت، ادي الايفنت ده البارامتر بتاعها الايفنت اللي حصل. تمام. بعد كده هنا بقى من جوه بننفذ بقى اللي احنا عاوزينه. هنا اللي احنا بنعمله ان عندنا ادي الكلاس اسمه جاي اوبشن بين شو مسج دايلوج اي دبليو تي اكزامبل 1. ديس ده الايه ده الفريم، خدوا بالكم اي دبليو تي اكزامبل 1 دوت ديس ديس فريم. وهنا الاوتبوت يو بريست هيطلع عليه السترينج ده هو ايه يو بريست مش عارف ايه ايفنت دوت جيت اكشن كوماند. تمام. الايفنت دوت الايفنت ده هو دوت جيت اكشن، مش احنا قلنا الايفنت ده عباره عن اوبجكت؟ ها هنا هي جيت اكشن كوماند. خلاص هنا بقى عشان نربط ال 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 ال, ال الايفنت هاندلر بالاوبجكت نفسه، هنعمل هنا بايند ايفنت هاندلر تو كومبوننت، بايند الايفنت هاندلر تو ذا كومبوننت عشان نربط ده بده. البي اللي هو البطن نربطه بالايه بالهاندلر ده الايفنت هاندلر. فبنروح عاملين ازاي ماي هاندلر which is an event handler اللي هو ده ها event handler ادي الاوبجكت. طيب b اللي هو البطن dot add action listener my handler اللي هو ده الاوبجكت ده. اذا انا سيبك من دي كده يعني ما تبصش على ده، بص على ده b البطن add action listener للبطن
وضيف عليه الهاندلر ده اللي اسمه ماي هاندلر. ماي هاندلر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انستنس من الايفنت هاندلر. طب الايفنت هاندلر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن امبلمنتيشن للاكشن ليسنر. طب جواه في ايه بقى؟ فيه الماس، فيه بقى الايه، الاكشن اللي هيعملها، الاكشن اللي عم يعملها لما يحصل الايفنت ده. اوكي؟ تعالوا بقى نشوف السوينج. السوينج ده عبارة عن ايه؟ It's a graphical user interface toolkit that includes the GUI components. Swing provides a rich set of widgets and packages to make sophisticated GUI components for Java applications. يعني هي ايه، متقدمة شوية عن الايه، عن الـ AWT. الـ AWT دي ممكن نقول انها ايه، يعني ايه، قديمة شوية، دي متقدمة عنها شوية. Swing is a part of Java Foundation Plus JFC, which is an API for Java UI, GUI programming that provides the GUI. يعني من ضمن الايه، الايه، الفاونديشن كلاسز بتاعت الجافا. كلمة فاونديشن يعني اللي هي ايه، البيز كلاسز او الكور كلاسز بتاعت الجافا. Java Swing library is built on top of the Java AWT toolkit. يعني كأنك بالظبط، مش احنا، ما احنا بنشتغل object oriented. object oriented بتقول ايه، انك لو عندك component انت ممكن تعمل منه، او لو عندك class ممكن تعمل عليه class تاني وتحسن فيه، وتعمل عليه class تالت وتحسن فيه and so on. اذا كأننا بنقول ايه، ان احنا بننهرت من الـ AWT ونضيف عليها إمكانيات إضافية عشان نعمل بيها الـ إيه؟ الـ Swing Toolkit. دي الـ Class Hierarchy بتاعت الـ إيه؟ الـ Swing. لاحظوا هنا اللي بالأزرق ده، لو تلاحظوا ده بتاع إيه؟ ده بتاع الـ AWT. أدي الـ Component طلع من الـ Container. Component Container، وادي الويندو وفريم ودايلوج. هنا بقى لاحظوا الفريم تحت كلاس اسمه جي فريم، ده بتاع السوينج. الدايلوج تحت كلاس اسمه جي دايلوج. الكونتينر تحت كلاس اسمه جي كومبوننت. طب جي كومبوننت عباره عن ايه؟ عباره عن كل الكومبوننتس دي. الجي تكست عندنا في جي تكست فيلد وجي تكست اريا، في اثنين كلاسز منه. كذلك البطن، abstract button، عندنا الـ J button. All components in Java Swing are J component which can be added to container classes. Component يضاف للـ A container classes. الـ container احنا عارفين الـ container من قبل كده لما درسنا الـ AWT. Container classes are classes that can have other components on it. Container يعني يتحط فيه الـ components الثانية. For creating a Java Swing GUI, we need at least one container object. We have three types of Swing containers. اللي هي عندنا الـ panel. عارفين احنا الـ panel. ايه، احنا شفنا قبل كده البانل، وشفنا الفريم، وشفنا الويندو. هنا بقى البانل والفريم والدايل. البانل is a pure container and is not a window in itself. The sole purpose of a panel is to organize the components on a window. هنشوف دلوقتي البانل استخدامه بمثال دلوقتي النهارده. الفريم is a fully functional window with its title and icons. الفريم عبارة عن ويندو كاملة بالتايتل والايكونز بتاعتها. الديالوج can be thought of as a pop-up window. عارفين البوب-اب ويندو لما تبقى انت شغال وفجأة يروح طالع لك كده ايه، ويندو كده وانت شغال، دي بنسميها pop-up window. That pops out when a message has to be displayed. It is not a fully functional
ويندو لايك ذا فريم. اذا الفريم هو الايه الفولي فانكشنال ويندو، ممكن نحط عليها كل الايه كومبوننتس بتاعتنا، حتى ممكن نضيف عليها ايه المنيو كمان. تعال نشوف المثال ده. طبعا بنعمل امبورت السوينج، بدل ما تستخدم فريم تستخدم جي فريم اللي هو بتاع السوينج. بنكريت الفريم وادي الليبل بتاعته ماي فيرست جي يو اي بتكتب هنا فريم سيت ديفولت كلوز اوبريشن، يعني عشان اقفل الاوبريشن بستخدم ايه البوتن ده، فاهمين؟ اما كليك البوتن ده يقفل الفريم، هي دي المسج دي بتعمل كده. فريم سيت سايز 300 ادي البوتن زي ما بنعمل كل مره، بنضيف بقى البوتن فريم جيت كونتنت بين، ادي الكونتنت بين بنضيف عليها الايه البوتن ده هو، والفريم دوت سيت فيزبل مخليه يبقى فيزبل. نهايه لما نيجي نشغل الكود ده هو هيطلع لنا بالشكل ده، ادي الفريم وادي التايتل بتاعه، وفي بوتن واحد بس واخد السبيس بتاع ايه كل الكلاينت اريا بتاعت الفريم، يعني ايه واخدها كلها. تمام. طيب ناخد اكزامبل تاني، خدوا بقى ركزوا معايا الاكزامبل التاني ده كويس. الفريم ادي الفريم عملنا الفريم اهو ماي فيرست جي يو اي، وعملنا سيت ديفولت كلوز اوبريشن. طبعا دي ممكن تاخدوا الكود ده از ات از، يعني لانه يعني بروتوتيبيكال، يعني تبقوا حافظينه ممكن تاخدوا له كوبي وبيست. ها ادي الجي فريم دوت اكزيت اون كلوز، لما يكليك على الاكس ده هي بتاعت الفريم يقفل الايه الويندو. وبعدين ادي السايز وادي البطن الاولاني، لاحظوا بقى جاي بطن 1 ادي البطن الاولاني وادي البطن الثاني. هنا ضفنا البطن الاولاني وبعدين عملنا اضافه للبطن الثاني وست ات از فيزيبل. انتوا متخيلين هيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا شغالين يعني هنعمله ازاي؟ ها هيطلع شكل السكرين دي شكلها عامل ازاي؟ ادي متخيل انا مش معايا قلم بس هرسم كده بالماوس. ادي هنا مكتوب ايه ماي فيرست جيو اي، هيبقى مكتوب هنا في التايتل صح. البطن الاولاني والبطن الثاني هيتحطوا ازاي؟ ها ده السؤال اللي بناء عليه هنتكلم على الموضوع اللي بعد كده اللي هو مهم جدا 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 اللي هو بنسميه لاي اوت مانجر. ها انتوا متخيلين هيبقى شكله عامل ازاي؟ في كذا طريقه، ممكن يتحط البطن الاولاني كده وراه البطن الثاني كده، تمام، يبقوا ملزوقين فوق خالص، يبقى عارف متخيل كده ان اول بطن هيتحط اول اوبجكت هيتحط هنا، مش دي اول نقطه هنا بدايه الفريم، والثاني يتحط هنا او يتحط الاثنين جنب بعض مش كده، ممكن الاولاني كده والثاني جنبيه. طيب ايه الحل بقى؟ انتوا متخيلين الكود ده هيعمله ازاي؟ طيب بصوا بقى كده هيبقوا شكل كده. لما شغلت الكود ده هو اللي فيه البطن الاولاني اد بطن 1 وبعدين اد بطن 2 ظهر لي بالشكل ده. تفتكروا ايه اللي حصل؟ ها لا ملغاش البطن الاولاني، ها
هو ما لغاهوش، هو موجود، بس موجود فين بقى؟ موجود ورا بطنته. يعني هو عمل زي في المثال الاولاني، بص المثال الاولاني، عمل ادي البطن 1، ادي البطن الاولاني، وراح عامل فوقيه البطن الثاني، ما بقاش ظاهر قدامي غير بطن 2. ايه السبب في الموضوع ده؟ السبب في الموضوع ده هو الايه، الديفولت لاي اوت مانجر اللي استخدم في الابليكيشن ده. هي تعالوا نشوف بقى ايه حكايه اللاي اوت مانجر. اللاي اوت مانجر is used to arrange the GUI Java components inside a container. يعني الوظيفة بتاعتها بتاعت الـ Layout Manager من اسمه واضح انه يرتب الـ components بتاعت الـ GUI جوه الـ container اللي هو الفريم في الحالة بتاعتنا. The most commonly used layout managers هل في لاي اوت مانجرز كتيره؟ طبعا من ضمنهم البوردر لاي اوت، وهو ده الديفولت لاي اوت مانجر بتاع الفريم. الفلو لاي اوت مانجر، وده الديفولت لاي اوت مانجر بتاع البانلز. وده الجريد باج لاي اوت، ده الايه النوع الثالث. تعالوا نشوف هنا، شفتوا البوردر لاي اوت بيشتغل ازاي؟ البوردر لاي اوت بليسز كومبوننت ان اب تو 5 اريا. يعني هو مقسم الاريا بتاعت اللي هي بنسميها الكلاينت اريا، ده هي دي اسمها كلاينت اريا، قسمها لايه؟ لخمس مناطق. المنطقه العليا اللي بنسميها التوب، المنطقه السفلى بنسميها البطن، المنطقه اليمنى او الشرقيه الباقي إيه؟ اسمها الرايت، المنطقه الغربيه سماها ليفت، والسنتر سماها المنطقه الايه المركزيه. بالظبط عامل زي ما بنعمل لاي اوت لايه لبلاد مثلا معينه، يقول لك دي الشرقيه ودي الغربيه ودي الشماليه والجنوبيه ودي المنطقه المركزيه، هي نفس الحكايه بالظبط. ده الايه اللي لو انت حطيت تقول له انا حط الاوبجكت ده في التوب او في الباطن او في الليفت او الرايت، هو بيعملها. طبعا انا عاوز اقول لكم ان مهما قعدت اشرح لكم هو بيهيف ازاي، مش هينفع الا انكم لازم تعملوا امبلمنتيشن بنفسكم. لازم تعمل امبلمنتيشن، حاجه بسيطه خالص، اعمل اي اربعه بطنز او خمسه بطنز، وحاول بقى ان انت ايه تغير بقى المكان، واحد تخليه التوب، واحد تخليه البطن، واحد بطن، واحد تخليه الليفت، واحد تخليه الرايت، وتشوف ايه اللي بيحصل في الايه في اللاي اوت بتاع الفريم بتاعك او الايه السكرين بتاعتك. الفلو لاي اوت ده ما قلت لكم هو اللي الديفولت لاي اوت مانجر للبانل او الجي بانل بتاعت السوينج. ات لايز اوت كومبوننت ان ا سنجل رو، كانها صف واحد. كل ما بتحط كومبوننت بتحطه على جنب اللي جنبي، يعني جنب اللي قبلي. ادي بطن 1، عملنا بطن 2 اتحط جنبي، عملنا بطن 3 اتحط جنبي، وهكذا كانه ايه رو 1 رو. ده الايه الايه الفلو لاي اوت. الجريد باج لاي اوت aligns components by placing them within a grid of cells. تخيل كده عامله زي ايه، انت عارفين الماتريكس، عامل زي الماتريكس كده، وادي الايه الكولومز اللي فيها، وادي الروز، عامله زي السيلز بتاعت السبريد شيت بتاعت الاكسل
دي اسمها سيل، دي كده اسمها ايه؟ اسمها سيل. كل واحدة من دول اسمها سيل. فانت ممكن تقول له ايه؟ تقول له السيل رقم الرو مثلا 0 كولوم 2، يروح حاططها لك هنا، يحط لك الكومبوننت هنا. والكومبوننت الواحد ممكن يسبان مور ذان وان سيل، ممكن يبقى ايه؟ يساع اكتر من سيل، مش في سيل واحده، ممكن يبقى اكتر من ايه؟ من سيل. دي الفكره بتاعت الجريد باج لاي اوت. تخيلوا ان احنا عاوزين نعمل، خدوها دي از ان اكزامبل، ويا ريت تعملوها انتوا، تعملوا امبلمنتيشن ليها. ادي الفريم، ادي الكومبوننتس بتاعتنا عباره عن ايه. ادي اول حاجه الفريم، ادي الفريم، وادي التايتل بتاعه. وعملنا ايه؟ ضفنا على الفريم ده هو منيو، دي منيو بار، اي منيو بار ضفناها عليه، عملنا اد ليه. والمنيو بار عملنا اد لايه؟ للمنيو ايتمز لجوه الايه المنيو بار ده. هتلاحظ ان في ميثودز تخلينا نقدر نضيف منيو ايتمز على المنيو بار. تحت الفايل هتلاقيها تحت اوبن وسيف از ومش عارف ايه، ومثلا الهلب هتلاقيها مثلا اباوت وشويه حاجات تانية، اوبشنز تانية وهكذا. طب ضفنا ايه كمان على الايه الجي فريم ده؟ هو ضفنا عليه تكست اريا. لاحظوا ان كل المساحه ده هي عباره عن كنترول واحد اللي هو تكست اريا. تكست اريا عامله زي التكست بوكس بس بايه؟ بكذا لاين. طيب ايه كمان ضفنا؟ ضفنا البانل، شايفين اللي تحت ده هي؟ شايفين اللي تحت المظلله ده هي؟ دي اسمها بانل. البانل دي ضفنا جواها كومبوننتس تاني، الليبل والتكست فيلد وتو بوتنز دول سند وريست، ضفناهم على البانل. لاحظوا هنا بما ان البانل بتستخدم الفلو لاي اوت، اذا كل ما بضيف عليها كومبوننت بتحطه ورا الايه الكومبوننت اللي قبل التكست. ادي دي ليبل، لما جيت ضفت التكست فيلد ضفها ورا الليبل، اما جيت ضفت البوتن ده هو ضافه ورا التكست فيلد، واخيرا البوتن الاخير ضافه ورا البوتن اللي قبلي. دي الايه، يا ريت تحاولوا تعملوا الانترفيس ده بنفسكم وشوفوا الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. دي امثله بقى للكود علشان يعني انتم ممكن تستخدموها كذا، يعني زي تشيت شيت، في هتلاقوا على الانترنت هتلاقوا في حاجه اسمها تشيت شيت. ها اعتقد ان الاسم ابيلينج او بالنسبه لكم تشيت شيت كده يعني ايه، يعني كانها زي ايه برشامه، يعني برشامه احنا بنوزع برشام مع عندنا في الايه في الكورس بتاعنا. التشيت شيت ده هي هتلاقيها فيها ايه بقى؟ زي علشان تكريت ليبل الكود يبقى بالشكل ده، كل اللي انت هتاخده هتروح واخد الكود ده هو از ات از، وتغير بس الايه الليبل نفسها، او اذا كنت عاوز تغير اسم الليبل الاوبجكت نفسه زي ما انت عاوز. ادي البطن كمان بيتعمل، ادي التكست فيلد. لاحظوا هنا التكست فيلد ممكن يبقى ليه اكتر من رو، 4 روز وايه 12 ايه كاركترز بير رو. يعني لو تخيلوا كده، ادي التكست فيلد اهو في اربع سطور، كل سطر الماكسيمم بتاعه 12 حرف، ودي التكست اريا، وادي الراديو بوتن، وادي التشيك بوكس، كل ده يعني زي امثله للجي او اي كومبوننتس اللي ممكن تستخدمها في الايه في السوينج. كده يبقى احنا خلصنا الجي او اي
النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنشوف احنا ايه فاضل لنا، حاجتين تقريبا، الانبوت اوتبوت، وعندنا الداتابيز. داتابيز از ان ادون، يعني حاجه كده اضافيه، لكن الاهم طبعا الانبوت اوتبوت، which is يعني انتوا اكيد انتوا عارفينها، استخدمتوها قبل كده، لكن يعني خليها برضو ايه من الحاجات الايه اللي انت محتاجها. ما هو يعني اتصرفوا معاهم، انا خلاص اتصرفوا مع المعيدين، هم اللي هيحددوا لكم المواعيد بتاعتكم اللي انتوا يعني، لان هم اللي هيستلموا منكم، انا هقول لهم هم هيستلموا منكم، هم اللي هيحددوا لكم الميعاد، وهم اللي يعني ايه يستلموا منه. اوكي طيب ماشي. خلاص كده اسالوا المعيدين، هم هيرتبوا مع بعض ويحددوا لكم المواعيد بقى بتاعتكم. خلاص اوكي، شكرا جزيلا، نشوفكم ان شاء الله المحاضره القادمه. السلام عليكم.